يوما ما ليش نديرو الحلوى، غادي ننتقلو للموضوع اخر ديال النظافه والعنايه بالنفس، وكل ما كيتعلق بالشعر هو اللي نخصو هذا النهار بالنسبه لهاد النمارك وهاد الزيوت اللي تلاحظوا قدامكم دابا، هي ديال مارك بلانتيل. عندي هنايا زيت الكبس سوداء، وزيت نبتة القمح، وزيت الصبار، والجليسيرين، واللوز، والثوم. بالنسبة لهاد لاماك جربتها وما عجبتنيش صراحة، مكونات نتاعها غير الزيت ديال المائدة، وفيها الروح ديال شي قطرات من الروح ديال هاد المنتوجات، وما غاديش نعاود نشريها. ونتمنى لا ماركة تحسن من المنتوج نتاعها. وبالنسبة للمنتوجات الأخرى هي الشعر كذلك، غادي نشوفو معنا مجموعة من الشامبوانات. أول واحد هو ديال جونسون اللي معروف طبيعة الحال، انا خديت هاد العبوة والقنينة صغيرة بالنسبة للسفر نهار يومين، تتحمليها في الحقيبة نتاعك تجي صغيرة سهلة ماشي ثقيلة. طبيعة الحال الريحة راه ريحة ديال النظافة، ريحة زوينة. هو شامبو تنظف بدون ما تأذي العينين طبيعة الحال، كما تنعرفو هو راه تيستعملو الأطفال. بالنسبة للشامبو الثاني هو ديال بيتي مارسيلي، ماركة فرنسية معروفة كذلك، شامبو كريمي كتحس الكتف نتاعو بحال لاكخيم. حنا أول حاجة اللي غادي نعتمدو عليها هو الشعر خصو يكون مغذي، مغذي طبيعة الحال المواد اللي تتحافظ على الشعر بحال العسل والزبدة الكاريتي اللي معروف عند زعما معروفة بالترطيب، والشعر المتضرر زعما الجاف المتقصف متكسر الاختصاص ديالو هو هذا، تتعاود بناء وتتغذي الشعر، هذا هو المهم عندنا. والشامبو الموالي هو ديال بونتين طبيعة الحال معروف، هو كذلك تنهضر على نفس القضية، هي ديال العلاج وديال التساقط ولا ديال التكسر، هذا هو المهم ديال الشعر، خاصه يكون الشعر يكون زعما مغذي وغني بالبروتينات، باش نحافظوا عليه تنستعملوا ليه هاد لي شامبوان، تيخفف من التساقط ومن الجفاف نتاعو. الشامبوان الاخر هو ديال هيمالايا، كذلك كيصلح وكيجدد الشعر، غني بالبروتينات خصوصا زيت الارغان المعروف عندنا حنا في المغرب، ترطب مزيان ومنتوج تيصلح للشعر وتيغنيها بالفيتامينات. والمنتوج الموالي هو طاووس، كذلك الشعر الجاف انا اللي كنركز عليه هو انه يكون شعر ملون ولا دهني ولا عادي، دائما تناخد الشعر اللي يكون يعني اكثر حده زعما يكون متقصف ومتكسر وجاف، تناخد دائما تنحاول ناخد الشعر ديالي انايا حاجه اللي تغذيها بالبروتينات والفيتامينات. دابا هذا ديال غني بالبروتينات ديال القمح باش تكون الصبا والشعره متغذيه مليئه بالبروتينات وبالفيتامينات. هذا هو ديال هاد الطاووس. موراها تنشوفو ديال السونج،
وماركته ومعروفة طبيعة الحال. طبيعة الحال كذلك هو غني بالبروتينات والفيتامينات اللي تساعد على إعادة بناء الشعر والتغذية. هذا هو المهم عندنا، إعادة بناء، نحافظ على الشعرة عند النمو ونغذيوها بطبيعة الحال بالفيتامينات والبروتينات باش تولي عندنا الشعرة رطبة ناعمة. هذا هو المهم، تيخلي الشعر حريري زعما ناعم وخفيف ومهدئ، مهدن نازل وغني بزيت الكاميلين وبروتين ديال الحرير. و شامبوان موالي تيخلي الشعرة كذلك نظيفة من الأعماق، تنظف الشعرة من الأعماق إلى الأطراف. هذا هو اللي ضروري عندنا، هو النظافة من الأعماق والتغذية والعناية بها، إصلاح ديالها من النمو ديالها من الأطراف، من الجذور إلى الأطراف. هذا هو المخزن تاع لي شامبوان اللي خصو يكون عندنا في الراس. خصنا نعتمدوا على هاد الثلاثه ديال الحوايج بعدا هما الاولين، ومن بعد عاد باش نشوفوا الترطيب وتنشوفوا يكون الشعر يكون ناعم ويكون حريري. هذا تيجي من بعد. اول حاجه قلنا هي الشعره تكون ماشي تالفه، تكون تتنمو بشكل صحي ومغذي ونظيف من الجذور الى الاعماق. طبيعة الحال غادي يكون الشعر سنسيبل، يعني حساس. هذا هو اللي تنفضل جميع الانواع ديال الشعر اللي تاجئوا جميع لي شامبوان ديال اللي تتكون حساسه، تدير جميع الفعود ديال جميع الانواع ديال الشعر، تتنظف وتتغذي وتترطب. هذا هو الأهمية عندنا بالنسبة للشعر، حساس وإلى ما فوق، وتنظيف كما قلنا والإصلاح ديال الشعرة والتغذية. هذه ثلاثة الحوايج بالنسبة للشامبوان. هذا هو الهدف ديالو نورمالمون. وعندنا شامبوان موالي هو ديال سانسيلك، هو كذلك بناء وعلاج التلف. طبيعة الحال هذا هو اللي تنأكد ان الشعرة تكون مبنية وكتنمو بشكل صحي وغنية بالفيتامينات والبروتينات كما قلت من قبل. هذه غنية بالكيراتين اللي اصلا الشعرة ديالنا كتكون من الكيراتين. هذا الكيراتين اللي تتفقدو تعودو لهاد لي شامبوان هادو. طبيعة الحال والشامبوان موالي هذا نورمالمون شامبوان، هادو كاملين اللي شفتو قبيله كلهم كيتواجدو في السوبر مارشي في الاسواق الممتازه. اما بالنسبه لهذا وشامبوان خديته من بارفيم ريمين اللي تيبيع العطور، نورمالمون تيجي من امريكا، من الولايات المتحده، اوريجينال كما كتشوفوا الاسم ديالو، وبالجوز الهند اللي هو غني التعريف، حتى هو كفاكهه غنيه بالمواد اللي تترطب الشعر اللي تحتاجها الشعر للتنعيم. كال الكيراتين وكال ارغان. بالنسبه للشامبوان الموالي هو ديال بوتانيكال، هذا نورمالمون زايد في الثمن. نورمالمون انا راه درت لي شامبوان من المتوسط الى ما هو مرتفع شويه في الثمن، وهذا هو طبيعة الحال غني بالفيتامينات والبروتينات.
هنا جانجومبر كوريندر نورمالمون هذا خاص باللي شوفو فراجيل طبيعه الحال ندوات باش نركز الشعر الحساس هو جميع الانواع ديال الشعر كلهم تيكونوا نورمالمون تقريبا حساسين في الطبيعه نتاعهم تنحتاجوا لهم طبيعه الحال العنايه اللي كتكون فائقه من الاعماق الى الاطراف طبيعه الحال كما قلنا البناء هو تغذية و ترطيب و الشامبوين موالي هو غليس ديال الشوارسكوف نورمالمون تا هو مارك هذا تا هو غني بالمواد ديال الترطيب وتيخص الشعر اللي تيكون تالف تماما ومنهك مجهد طبيعه الحال تنحتاجوا ليه المواد اللي تتعاود البناء نتاعو وتتعاود تجدو من جديد شامبو طبيعه الحال بزيت الاكسير اللي هي معروفه كذلك بالترطيب نمروا للشامبو الموالي الشامبو الموالي هو تريزيمي طبيعه الحال هو غني بالمواد العضويه وكذلك الشعر الحساس تيكون عنده واحد الفعاليه كبيره هذا هو اللي تنطلبوا حنايا هو الشعر خصه يكون بين طبيعي وحريري وصحي ومغذي هذا هو الهدف ديالنا خصها تكون الشعر صحي وغني بالالويفيرا والافوكا لطبيعه الحال المعروف الغني التعريف بحال الجوز الهند والارغان والعسل والقمح هادو كلهم معروفين بالترطيب هذا تتغذي الشعره وتصحح الشعره هذا هو اللي عندنا كما تنقول هذا هو الهدف عندي انايا لي شامبوان بالنسبه للشعر ديالي ولا اي وحده ولا اي واحد خاص يهتم بهاد الحاجه هي ديال انه الشعره خاصها تنمو صحيه ومغذيه هذا هو الهدف وملي تكون تغذيه مزيانه وغنيه بالفيتامينات والبروتينات والواحد تيشرب الماء وتيكون ما يخصوش يتعصب وهذا تترجع له على بالنسبه للشعر ديالو دابا هاد النهار تنهضروا على الشعر تترجع له بالفائده على الشعر ديالو تيبان الشعر ما مقصف ما مكسر تتبان الزغبه او الشعره قويه من الاعماق من الجذور الى الاطراف تتبان قويه وتتبان رطبه هادئه وتتبان لامعه وبالنسبه للشامبوان الاخر هو ديال كلير طبيعة الحال هو خاص بالنظافة عن العمق هذا هو المهم خاصة تكون طبيعة الحال النظافة من التلوث من جميع من المؤثرات ديال الجو من القشرة من إلى ما ذلك تتنظف عن عمق بالفحم هذا عنده خاصة ديال الفحم وتعتمد على النعناع للانتعاش طبيعة الحال اللي تنحتاجوه والشكل الموالي هو ديال دوف هو اخر واحد عندنا اللي طبيعة الحال عاوتاني حتى هو تيصلح للشعرة بطريقة مكثفة غني بالكيراتين طبيعة الحال هذا معروفين بالنسبة للشعر هو تتكون من الكيراتين اذن هذا هو خلاصة ديال هاد الفيديو هذا طبيعة الحال حنايا كما قلنا راه تنعتمدوا على الشعر يكون نمو بطريقة صحية و زعما يكون مصلوح ويكون رطب ويكون هادئ نازل ويكون تلمع بطريقة صحية يكون غني بالبروتينات والفيتامينات هذا هو المهم
ونتلاقاو في فيديو جديد طبيعة الحال. هذا النهار راه درنا هاد الكلمية هادي ديال لي شامبوان، وطبيعة الحال اللي كانت شي حاجة جديدة راه غادي نشاركها معكم، وتنتمنى تدعموني بزاف ديال اللايك الاشتراك بالضغط على الايقونة الحمراء، ومن بعد تفعلوا ديك الخاصية ديال الجرس باش فيما ندير شي حاجة جديدة راه غادي توصلكم. وشكرا على المتابعة ديالكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. مع السلامة.